مساء الخير وحلقه جديده في دائره الضوء على النهار. اليوم ضيف يضيف حضراتكم النهارده الدكتور مهندس طارق محمد عبد الرحمن. الدكتور طارق محمد عبد الرحمن ده خريج هندسه القاهره هندسه فضاء بجامعه القاهره 69، حصل على ماجستير في علوم التحكم الالي من جامعه القاهره 72، على الدكتوراه 77 في مجال التحكم الالي الاقمار الصناعيه. الدكتور طارق هيتكلم في موضوع بعيد، يمكن هو انما هو تخصص في هذا الامر لانه قعد فتره طويله في كندا، واعتقد ان هو ما زال في ما بين كندا ومصر. والدكتور طارق يعني بيتكلم على موضوع الثوره الزراعيه الرابعه، ازاي نقدر نزرع نطلع اكثر انتاج باقل ميه، باعتبار الميه مشكله العالم كله فيما هو قادم بل هو الحالي دلوقتي في الحكايه دي. ايه موضوع الثوره الزراعيه الرابعه ده؟ هذا ما سنعرفه من الدكتور طارق محمد عبد الرحمن ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه. المعهد القومي للبحوث الفلكيه النهارده قال ان الحسابات الفلكيه اكدت ان غره شهر شوال للعام الهجري 37 اول ايام عيد الفطر المبارك ان شاء الله هيكون يوم الاربع الموافق 6 يوليو ان شاء الله العام باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. وقال المعهد ليه النهارده قال ان دار الافتاء هتعمل استطلاع لهلال شوال ان شاء الله يوم الاثنين يوم 4 يوليو الموافق 29 من رمضان خلال اللجنه العلميه والشرعيه. احنا عارفين ان شعبان كان ناقص ورمضان ما ينفعش شهرين ناقصين، فرمضان يبقى كامل، معنى كده نعيد ان شاء الله يوم الاربعاء. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والامه العربيه كلها بخير، كل سنه والعالم كله يا رب بخير، ويا رب تبقى سنه جديده علينا من غير دم ومن غير قتل ومن غير المشاكل اللي احنا بنشوفها، اللي احنا شايفين الصراع في كل حته وفي كل مكان، ومساله الحقيقه بقت صعبه جدا جدا. يعني احنا عارفين ان احنا داخلين على 30 يونيو ان شاء الله، و 30 يونيو بالنسبه لينا طبعا 30 يونيو العالم كله عرف، يعني 30 يونيو ده خلى العالم كله عرف حاجه مهمه جدا، والعالم الغربي بالذات امريكا ودول الغرب اللي هم كانوا يعني يبيتون امرا واراد الله امرا اخر او مكر ومكر الله والله خير الماكرين. في 30 يونيو استطاع الشعب المصري ان ينهي أو يسقط حكم الإخوان. الأهم من إسقاط حكم الإخوان كان إسقاط المؤامرة اللي معمولة، اللي هي كانت معمولة أصلا عشان إسقاط كان المؤامرة كلها إسقاط مصر، إسقاط مصر اللي هي يعني إسقاط الدولة المصرية، ما كانش الموضوع إسقاط نظام، ده إسقاط النظام كان أول مطلب. والنظام خلص وإحنا في يناير 2000 من أول السنة، وبقيت المشاكل وبقيت المظاهرات وبقي ماسبير وبقي محمد محمود واحد واثنين وبقي الدم ومحاولات مستميتة للصدام ما بين محاولة دردرة الجيش للصدام مع الشعب، هو ده اللي كان بيتعمل في الفترة دي، اسقاط الدولة. لانك انت لما يبقى النهاردة بتدور على الجيش والشعب ما ينفعش يبقى جيش يقف قدام شعبه او شعب يقف قدام جيشه، ما ينفعش، لان في الاول وفي الاخر اللي في الجيش دول ولاد الشعب. انما كانت دي المؤامره الجهنميه اللي بيعملوها، وطلع فيها الشعار اللي كان دايما بره واللي اطلقوا الاخوان المسلمين يسقط حكم العسكر، واللي رددوا بعض الاعلاميين ومنهم الست ليليان داوود دي اللي النهارده تم اعتقد ترحيلها النهارده انما لهاش اقامه في مصر. هيطلع بقى الوزاويز على والهاري اللي هيطلع على الفيسبوك بقى والمناضلين على اعتبار ان ليليان داوود دي مناضله. ما هو احنا بقينا في زمن غريب جدا، اللي يعرف ولا يعرف ليليان داوود دي مين؟ لا يعني مش 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 قادرين يعرفوا. طب شوفوا التاريخ بقى من لبنان، شوفوا التاريخ من لبنان عشان تعرفوا دي عملت ايه في الفلسطينيين. يعني بس حد يقرا شويه ايه الموضوع، ويقرا ايه العلاقه ما بينها وبين اسرائيل، يعرفوا العلاقه اللي ما بين، انما معلش. فاللي كانوا بيقولوا يسقط حكم العايس رفودا وليليان داوود وغيرهم اللي قالوا هذا الكلام، لان الفكره ما كانتش اسقاط، هو العسكر اللي بيكلموا انه ما كانوش بيحكموا، المجلس العسكري كان بيحاول انه يمرر مصر من عنق الزجاجه اللي معمول، لان هم الجيش من اول لحظه من 2011 عرفوا الموضوع، عرفوا ان الموضوع مش موضوع اسقاط نظام، ده الموضوع محاوله لاسقاط دوله باكملها عشان تبقى ليبيا وسوريا وعراق وتبقى اللي هو الوضع اللي موجود في كل الدول العربيه اللي احنا شايفينها حوالينا. انما يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي حامي هذا البلد بحمايه الهيه من عنده، وبفضل جيش مصر وحكمه الجيش والمجلس العسكري وعلى راس المشير محمد حسين طنطاوي استطاعوا ان هم يمرروا هذه المساله، واستطاعوا ان هم حتى لما الاخوان كسبوا بالزور وبتزوير الانتخابات والحاجات دي كلها مرروا، لان كان الاخوان ساعتها اقوى في الشارع، كان عندهم جيش في سيناء، وهم ساعتها كلموا كانوا بيكلموا وكانوا عندهم في كل حته هيولعوا البلد
وده قالوها علانية في أكتر من مواجهة مع مسؤولين ومع ناس كتير اتقالت وخوفوا بيها كل النخبة اللي هم استخبوا في سنة حكم الإخوان، كلهم رقدوا واستخبوا، كلهم النخبة واللي عاملين زعماء وبيتحركوا دلوقتي كل ده استخبى في سنة حكم. وحتى كان هم كان تقديرهم وكلامهم في عاداتهم الخاصة يقول لك دول مش هيمشوا ولا 500 سنة، إنما أراد الله شيئا آخر، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوب المصريين ليخرجوا بهذا الحشد الكبير 30 أو أكثر من 30 مليون يطلعوا في ميادين مصر كلها لإسقاط الإخوان وإسقاط المؤامرة اللي كانت معمولة ولا أهم من الإخوان وأكبر من الإخوان. ده 30 يونيو. 30 يونيو في حاجة تانية بقى عايز أقول لحضراتكم عليها. 30 يونيو 70، في 30 يونيو 70 كانت في معركة يعني كانت معركة إرادة حقيقة الأمر، إرادة إرادة بكل ما تحمله الكلمة، لأن إحنا إما إن إحنا نقدر نكون ندخل إذا كنا عايزين نحارب، ما أنا عشان أحارب وأعدي وأقتحم القناة وأدخل في سيناء لازم يبقى ليا حماية جوية، عشان أعمل حماية جوية ديت لازم يبقى ليا كتائب الصواريخ اللي جت، كتائب الصواريخ أو الدفاع الجوي بتاع مصر دي قصة مهمة جدا لازم نعرفها، لأن القصة دي بدأت إحنا لم يكن عندنا دفاع جوي. أول نظام اللي عرفناه كان في حوالي سنة 60 المشير عبد الحكيم عامر رحمة الله عليه سافر إلى روسيا وعمل تعاقد على صفقة صواريخ ولاد، وبقى عندنا كتائب صواريخ بس إمكانياتها محدودة يعني ما كانتش مهمة، وهي دي اللي بقيت ودي اللي في 67 حصل ضرب اتدمر نصها واستشهد 83 واحد من رجال الدفاع الجوي في 67. بعد 67 كان لابد من حل اخر، لان النهارده خلاص اذا كنا عايزين ناخد ارضنا اللي اتخذت، لو احنا سينا ال 61 الف كيلو متر دول عايزين مربع اللي عايزينهم دول تاني لابد ان يكون هناك دفاع جوي. الرئيس عبد الناصر في 70 عمل زياره سريه للاتحاد السوفيتي ولاجل خاطره هو، لانه كان كزعامته كمكانه ومكانته، ولو كان اي حد تاني ما كانش حد سال فيه، لان ما حدش بيسال في المهزوم دايما، يعني دايما المهزوم كمان مين حياة خلاص انت اتهزمت اسكت يعني وبره ما حدش هيسمعك. وكان ساعتها الانتصار اللي عامله مخلي العدو او الصهاينه العالم كله عاملين زيطه جامده جدا، بالعكس هم بيتكلموا عمالين يتكلموا هم عن ازاي ان هم يديروا القناه بالمناصفه مع مصر، وازاي ان خلاص ان هم مش هيزحزحوا من سينا ولا هيسيبوا متر واحد من سينا. في الزياره ديت تم الاتفاق على احدث تكنولوجيا تي بي والصواريخ، ودات الصواريخ بتشورا واللي هي سامو بتشورا، ودي صواريخ كفاءتها عاليه وتتعامل مع الطيران الواطي والطيران العالي وكده. جبنا كانت المعركه بقى لما بعد 67 كان على طول في غارات على الجبهه عشان عملنا حرب الاستنزاف، فكانوا بيضربوا مش عارفين يعملوا حاجه غير ان يضربوا على الجبهه، وكان اكتر حته الناس بتضرب كتائب الصواريخ كان كلهم ست كتائب، يعني ضرب جامد جدا، واضطرت القياده في الاخر انها تسحب كتائب الصواريخ. العدو افتكر ان السحب قواعد الكتائب الصواريخ ديت المصريين خلاص انتهت، لان هم بيعتبروا ان اي كتائب صواريخ تتحط على الجبهه ده مساله يعني ديت خطوط حمراء حمراء، مع انها محطوطه في الغرب المكان اللي مش فيه يعني في غرب قناه مش في الشرق. المهم جبنا بقى اتفقنا على السلاح، طب ما كانتش القضية السلاح، انت جبت احدث سلاح. التدريب على والتكنولوجيا بقى في الصواريخ والحاجات دي تدريب جامد جدا واجهزة معقدة جدا، والاجهزة دي اصلا بتحتاج يعني هي مصممة بتتعامل في مناخ معين واجواء معينة وظروف معينة. انا عندي المسألة مختلفة ما بين سلاح روسي في جو بارد غير عندنا، المسألة مختلفة في حاجات كتيرة. استيعاب هذه الاجهزة الحديثة بياخد وقت كتير، انما المصريين عندما يكون هناك تحديا هم ربابرة، المصريين ربابرة. شفنا ده قريب قوي في المصراء لما راحوا عشان خاطر الرفال، شفنا قد ايه المدة كان المفروض هيقعدوا مش عارف 6 أشهر ازاي او 3 أشهر، في نص المدة بالظبط في نص المدة الطيارين بتوعنا استوعبوا وساقوا ورجعوا بالرفال من فرنسا سيئينها. شفنا ده في المسترال الحامل الطيران جمال عبد الناصر، شفنا ده برضه رجالتنا في وقت التحدي هتلاقيهم ربابرة المصريين. فكانت النقطة الأولانية قدرنا عليها. من يوم بقى 28 يونيو 29 جهزنا 8 كتايب، 28 يونيو 70
جهزنا 8 كتايب عند بلبيس ما بين بلبيس وطريق السويس علشان يخشوا الجبهة. انت شايفين الأقمار الصناعية كلها والطائرات التجسس، أمريكا عندها طائرة بتطير على ارتفاع 30 كيلو بتصور كل يوم مصر والجبهة عشان تدي أسيادهم اللي هم العدو، بيدوا الصهاينة بيدون كل حاجة، كل الإمكانيات ليهم، وكله بيدلعهم وكله بيخاف منهم. وهي أمريكا وهي إسرائيل هي اللي بتقود العالم وهي اللي بتحكم العالم، يعني عشان من الآخر كده. فاحنا عايزين ندخل الكتائب الجبهة دي، واحدة من عبقرية القيادة العسكرية المصرية ومن قرارات القيادات المصرية في قراراتها العبقرية طول عمر. ليش مصر عنده عقلية جبارة جدا في قياداته وناسه وظباطه. فاحنا هننقل المعدات، انت مش الصواريخ حجمها كبير والهوائيات اللي هي الرادارات كبيرة وحاجات كتيرة جدا عايز تدخلها الجبهة من غير ما يشوفوها. فلازم امشي انقلها بالليل، يبقى لازم اعمل الضوء الميداني ده، بيبقى هو النور مع متركب على الكشاف اللي هو مدار كده متركب عليه قلاب كده عشان النور ينزل يا دوبك مترين واقل، وبعدين دهنين الكشاف ازرق عشان يبقى لون ازرق. يعني حته النور اللي قدام العربيه الكبيره الضخمه اللي هتمشي على مدقات وعشان تخش الجبل هتمشي اكتر من 50 كيلو عشان تودي الاجهزه دي، وعايزين نوصل قبل، لان احنا مع اول ضوء لازم الكتيبه تكون جاهزه، لازم الكتايب اللي هتخش لازم تكون جاهزه للاشتباك، انما لو دخلت ولسه بتشتغل هتتضرب هتفطس، عشان لو لان هم اول ما يطلع النهار وفي المواقع هيتعرف، ما فيش حاجه ما بتتعرفش. قدرنا نعمل ده، بس حركنا 4 كتايب يوم 28 وحركنا 4 كتايب يوم 29. يوم 30 الصبح الفجر مع اول ضوء يوم 30 كانت 8 كتائب مدين تمام الاستعداد انهم جاهزين. على الساعه 9 الصبح جت طياره استطلاع ضربناها بصاروخ فلتت منه، انما رجعت قالت لهم الحقوا ده في مصيبه هناك وحصل كذا وكذا وكذا وبتاع. فبقى اصبح خلاص معروف انها هتطير غاره جامده جدا. هم طول عمرهم بيعتبروا نفسهم انهم اسياد الجو، وفي مقوله اليوم بيقول لك ان احنا نستطيع بتسيدنا للجو ان احنا نضرب اي حاجه ولو في القطب الشمالي. طيب ماشي يا عم. بالليل جت اربعه غاره 24 طياره وحدث اشتباك هائل على حائط الصواريخ بتاعنا، كان عامل مواجهه 110 كيلو وعمق 30 كيلو 110 كيلو كده وعمق 70 كيلو 110 كيلو مواجهه، يعني الكتايب كانت عامله بحيث انها بتغطي بتحمي لغايه القاهره وبتحمي لما اخش سينا لغايه حته، وهو دي كانت النقطه المهمه جدا. لان هم طلعت تصريحات ليهم وقحه جدا، قال لك ان استحاله انكم تدخلوا الصواريخ دي ولا بد ان وهنضربها والعالم كله وافقهم. ودارت المعركه واسقطنا 2 فانتوم و2 سكاي هوك ومسكنا 3 طيارين اسرى. هي ده الدفاع لو المعركة دي. بعديها بقى حصل معركة في يوليو بقى، والمعركة دي كانت 5 فانتوم و5 سكاي فوك هوك و5 أسرة، 5 في عين العدو، كانت خمسات هي ماشية في المعركة دي. اليوم ده بقى اللي هو اليوم بتاع، لأن كانت أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم بصاروخ مصري صناعة سوفيتية، اللي هو في يوم 30 يونيو أصبح عيدا للدفاع الجوي. ايه رأي حضراتكم؟ هنوريكم بمناسبة عيد الدفاع الجوي اللي ان شاء الله بعد يومين هنشوف مع بعض الفيلم ده. سماء مصر ساحة لانتصاراتهم ومقبرة لأعدائهم، يحرسها رجال أشداء بحائط من الصعب اختراقه. عيونهم ساهرة من أجل أمنها واستقرارها، ويقينهم بالله أن صواريخهم تحمل لمصر العزة والكرامة. قوات الدفاع الجوي، حراس السماء. تاريخ حافل بالتحديات والبطولات ومجابهة كافة العدائيات الجوية الأولى. تاريخ
تجلت فيه عناصر الدفاع الجوي من رادارات ومدفعية وصواريخ مضادة للطائرات بتوالي حروب مصر المعاصرة. وتأبى قوة الشر أن يواصل المارد صعوده، تريد أن تعصف بالحلم المصري، وترفض مصر الهزيمة ويخوض الرجال ملاحم الاستنزاف. الأول من فبراير عام 1968 يصدر القرار الجمهوري رقم 199 بإنشاء قوات الدفاع الجوي كقوة رابعة في صفوف قواتنا المسلحة المصرية، تحدي جديد تجلت خلاله عبقرية الرجال في التصدي لغارات العدو في العمق، وخطة طموحة لتطوير شبكة الدفاع الجوي وتدعيمها بأحدث الأسلحة والمعدات الإلكترونية والصواريخ المضادة للطائرات. وتؤكد الإرادة المصرية قدرتها على صنع المعجزات وتغيير موازين القوى العسكرية ببناء حائط الصواريخ. ابتدينا نحط أول لبنة في سنة 70 بنصف أكتوبر في 73، وهو قرار إنشاء حائط الصواريخ. تاريخ مضيء في مسيرة الدفاع الجوي. 30 يونيو عام 1970 عيد إسقاط طائرات الفانتوم والسكاي هوك الإسرائيلية. يوم مجيد استحق أن يتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. ويتوالى سقوط الطائرات الإسرائيلية في مذبحة مصرية على مدار الأيام التالية. عرف هذا الأسبوع بأسبوع تساقط الفانتوم، وبدأ الطيران الإسرائيلي يعاني من نزيف الخسائر التي ألحقها به قوات الدفاع الجوي المصري. ويجبر العدو على قبول وقف إطلاق النار بموجب مبادرة روجرز في 7 أغسطس عام 1970. 17 سبتمبر عام 1971 يتمكن رجال الدفاع الجوي من حرمان العدو من الاستطلاع الجوي غرب القناة بإسقاط وتدمير طائرة العدو الاستطلاعية من طراز ستراتو كروزر. وتواصل مصر المضي في الإعداد للمعركة الفاصلة. 6 أكتوبر عام 1973 1:40 من ظهر هذا اليوم تصدر الكلمة الكودية جبار لجميع وحدات الدفاع الجوي. ولما جت الساعة 1:30 بعد الظهر خدت الميكروفون ونطقت بكلمة واحدة، جبار، وده كان يعني الكثير. الثانية 40 دقيقة تتوالى البيانات من محطات الرادار ونقاط الرصد المصرية عن اقتراب الطائرات الإسرائيلية من خط المواجهة. وتنطلق الصواريخ المصرية لتشق السماء وتقضي على هالة التفوق الإسرائيلي. تحطمت أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي في الساعات الأولى في الحرب. الأمر الذي جعل بنيامين بليد قائد القوات الجوية الإسرائيلية بأنه يعطي أوامره الساعة 5 مساء للطيارين بتوعه بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو. وتتوالى ملاحم الدفاع الجوي في تحييد الطيران الإسرائيلي في سماء المعركة، وتتدفق القوات العابرة شرقا تحت مظلة الصواريخ المصرية، وتتعدد بطولات قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، ومنها مثالا لا حصرا ملحمة اللواء 106 صواريخ مضادة للطائرات بقطع سرابيوم، والذي شارك رجاله في تحييد سماء المعركة مع المراحل الأولى لاقتحام قناة السويس وإنشاء رؤوس الكباري، حيث أسقط اللواء 9 طائرات معادية خلال 6 و7 أكتوبر. وعندما حاول العدو اليائس تكثيف هجماته الجوية، نجحت كتائب اللواء في صد وتدمير 12 طائرة معادية. وبعد الضربة الجوية التي بدأت 1405 وتم فيها تدمير وسائل الإعاقة الإلكترونية للعدو، تم الاشتباك
بأهداف العدو التي دخلت من ارتفاعات مختلفة. وفي الفترة من 6 أكتوبر حتى 13 أكتوبر تم عمل 7 اشتباكات وتم تدمير 6 أهداف. وتوالى تدمير اللواء للطائرات الإسرائيلية في الأيام التالية رغم ما تلقته إسرائيل من مساعدات خارجية من الطائرات والطيارين. صدرت الأوامر لاحتلال موقع في مطار الدفر الزوار، وتم احتلال هذا الموقع وأدت أداء حسنا خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر إلى يوم 10 أكتوبر بتدمير 6 طائرات للعدو. ثم صدرت أوامر لهم 12 أكتوبر بالتحرك في مساء هذا اليوم إلى الضفة الشرقية، وكانت الكتيبة هي أول كتيبة دفاع جوي تنتقل من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية. قام الطيران الإسرائيلي بضربة جوية مركزة ضد تجميع الصواريخ بتاعنا اللي كان موجود في الجبهة. رغم ذلك نجحت كتائب اللواء 106 مع لواء الجوار 105 في إسقاط 4 طائرات هليكوبتر معادية. وفي 17 من أكتوبر يستمر العدو في محاولته لاختراق الثغرة، ولكن يتمكن رجال اللواء 106 من تلقي الدعم بكتيبتي نيران لاستعادة الموقف في منطقة سرابيوم، حيث نجح في تدمير 5 طائرات معادية. وتهاوت الطائرات المعادية تباعا مع تطور أعمال القتال وصولا إلى اليوم 20 من أكتوبر، حيث قام اللواء بتدمير 8 طائرات أتبعها 6 طائرات يوم 21 من أكتوبر. 43 طائرة إسرائيلية إجمالي ما دمره اللواء 106 دفوي خلال الفترة من 6 وحتى 21 من أكتوبر 73. بطولات نادرة لرجال لا تعرف المستحيل. وقد نجحت قوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر في إسقاط وتدمير 326 طائرة إسرائيلية وأسر 22 طيارا إسرائيليا. وتضع الحرب أوزارها، فلا تتوالى قوات الدفاع الجوي عن تنويع وتطوير منظومة تسليحها لإحكام السيطرة التامة على المجال الجوي عبر الارتقاء بأجهزة الرادار والإنذار الأكثر تميزا، من حيث القدرة وخفة الحركة ومجابهة الإعاقة الإلكترونية، فضلا عن تدعيم الحقل الراداري بعناصر المراقبة الجوية بالنظر على طول حدود وسواحل مصر لاكتشاف الأهداف الجوية على الارتفاعات شديدة الانخفاض والتي يصعب اكتشافها راداريا. وشمل تطوير أنظمة الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات لتصبح أكثر فاعلية في مجابهة أعمال الإعاقة الإلكترونية والعدائية الجوية الحديثة، مع زيادة قدراتها على المناورة لتوفير الوقاية للتشكيلات التعبوية أثناء ممارسة مهامها القتالية. ودعما لإدارة أعمال قتال وسائل الدفاع الجوي على النحو الأمثل، تم تطوير أنظمة القيادة والسيطرة على كافة المستويات إلى جانب الارتقاء بنظم التأمين الفني ليصبح نظاما متكاملا متعدد المستويات لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لكافة الأسلحة والمعدات. ويبقى الارتقاء بمستوى الفرد المقاتل هو الركيزة الأساسية للمنظومة القتالية لقوات الدفاع الجوي، ارتقاء يتجلى على أشمل ما يكون عبر التأهيل العلمي والعسكري من خلال كلية الدفاع الجوي، حيث يتم إعداد الطالب ليصبح ضابطا على دراية تامة بعلوم الدفاع الجوي إلى جانب حصوله على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية. معهد الدفاع الجوي، وهنا يتم تأهيل القادة والضباط من مصر والدول العربية الشقيقة لاستيعاب أحدث المناهج العلمية والتكنولوجية في أنظمة التسليح الجوي، مع تأهيلهم للحصول على ماجستير العلوم العسكرية في كلية القادة والأركان، فضلاً عن تأهيل القادة للحصول على درجتي زمالة كليتي الحرب العليا والدفاع الوطني بأكاديمية الناصر العسكرية العليا. كما تم تطوير مراكز التدريب المشتركة المتخصصة في تأهيل ضباط الصف والجنود للقيام بمهامهم القتالية ضمن تشكيلات الدفاع الجوي، طفرة لا تخطئها العين، فصول تعليمية مزودة بأحدث نظم التدريب
قاعات حواسب، معامل لغات، ومقلدات تحاكي معدات القتال الحقيقية. وشملت أعمال التطوير مركز الرماية والتدريب التكتيكي لقوات الدفاع الجوي ليصبح واحدا من أفضل ميادين الرماية حول العالم، بما يحتويه من معدات إلكترونية وأنظمة حواسب لقياس نتائج الرمي، مع محطات متطورة لإطلاق وتوجيه الطائرات الهدفية. ويظل التدريب الراقي للفرد المقاتل سمة تعبر عن معنى الاحتراف التام في مواجهة تحديات الحروب الحديثة. تدريب يتواصل عبر تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، خفة في الحركة، قدرة في الأداء، وبراعة في تنفيذ المهام، كفاءة قتالية منقطعة النظير، ودقة بالغة في إصابة الأهداف. ولقيادة قوات الدفاع الجوي الاهتمام التام برفع الروح المعنوية لرجالها من الضباط والصف والجنود، عبر توفير سبل الإعاشة الحضارية من خلال الارتقاء بمعسكرات الإيواء وميسات الطعام، فضلا عن إنشاء القرية الرياضية الاجتماعية المتكاملة لقوات الدفاع الجوي. صرح حضاري يشكل قيمة مضافة للإنجازات الرياضية لقواتنا المسلحة المصرية. ولا تنسى قوات الدفاع الجوي شهداءها الأبرار ممن ضحوا بأرواحهم في معارك البطولة والفداء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، مع إقامة حفل سنوي لتكريم أسرهم ومصابي العملية الحربية. ويتواصل دور قوات الدفاع الجوي في حماية مقدرات الشعب المصري في الحرب والسلم وفترات التحولات الاجتماعية والسياسية، دور أكدته الأحداث عبر ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو 2013، حيث انتشرت وحدات الدفاع الجوي على طول الاتجاهات الاستراتيجية المصرية مع معاونة التشكيلات التعبوية في حماية أهداف ومنشآت وممتلكات الدولة وتأمين التحول الديمقراطي عبر كافة مراحل استحقاقات خارطة المستقبل. وتبقى وحدات الدفاع الجوي مثالاً يحتذى للاستعداد والكفاءة القتالية عبر كافة المشاريع الاستراتيجية التعبوية وطوابير تفتيش الحرب لتشكيلات قوات الدفاع الجوي. وتبقى قوات الدفاع الجوي هي التجسيد الأسمى لشعارها الإيمان، العزم، المد. الفيلم اللي شفناه عن الدفاع الجوي بس مهم جدا كان نشوف ده، ومهم ان عشان حضراتكم تبقوا عارفين احنا فين واقفين فين. لما كنت بتكلم قبل الفيلم كنت بتكلم عن من حاجة و30 سنة، ولا من سنة 70 بقى، لما حصل وكانت معركة، وكانت معركة إرادة، وكانت إرادة، لأن المعركة دي اللي حصلت عشان ندخل حائط الصواريخ ما حدش واخد باله غصب، يعني كان هم يتقلع لهم 300 عين وما يبقاش عندنا دفاع جوي ولا صواريخ دفاع جوي في الجبهه في الفتره دي ولا دلوقتي. بس احنا دلوقتي خلاص المساله غصب عنهم بقى النهارده، يعني ما شاء الله ولا يعني بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لا، احنا عندنا جيش مصر دلوقتي بسم الله ما شاء الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان الواحد يعني عاش للمرحله ان يبقى شايف جيشه واقف راس براس مع اي جيش كبير في العالم، عشان دي مهمه، لان مصر من غير جيش انسوا. شوفوا حصل ايه للعراق بعد ما اول حاجه عشان يدمروا العراق فكوا جيشها،
شوفوا سوريا فيها ايه عشان ما فيش، شوفوا البلاد اللي حصل لها ايه. فده هم بيعملوا ده، وللاسف الخونه اللي هم موجودين هنا بيتكلموا وبيقولوا اسكت وبيتكلموا الكلام ده كله، وناس كتير مش فاهمه. اللي مش فاهم ده انا مش قادر افهم، مش فاهم ازاي، مش قادر يفهم ازاي ان بلد زي دي اذا ما كانش فيه جيش يحميها انت هتبقى عامل يتيم فيها. ده انت هتبقى ملطشه لاي حد ورايح ولا جاي. النهارده دفعنا الدفاع الجوي النهارده بما يمتلكه من اسلحه، بقى عندك تنوع من كامل شرق وغرب وكله عشان ما تبقاش صابعك في بق حد، ما حدش يفتك عليك فتسكت. لا دلوقتي بقى عندنا كل حاجه. وكانت المعركه ليه لما الدفاع الجوي عمل 30 يونيو عيد ليه؟ لان كانت معركه اراده، اما ان احنا ننتصر وندخل صواريخنا ونعمل القواعد الصواريخ. قعدت الفتره اللي بنبني فيها قواعد الصواريخ دي الشركات المدنيه، عثمان احمد عثمان والعبد ومختار ابراهيم وشركات كتير عشان ما نشاش الاسماء، مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، كانت ملحمه طول الليل هم بيبنوا وطول النهار هم بيضربوا، العدو بيضرب، وشهداء راحوا وناس اتعورت وناس اتبهدلت، بس كان هناك تصميم. احنا امتلكنا الاراده، وبقى احنا على حق، هم على باطل. اللي على حق دايما هينتصر حتى لو طال الوقت، هننتصر. وده اللي حصل. كانت المعركه دي كده، لانك انت من غير دفاع جوي ولا تقدر تعدي قناه ولا تقدر تعمل اي حاجه، لان انت النهارده لازم السماء تبقى متغطيه. السماء بتتغطى بطيران ودفاع جوي، وطالما السماء مفتوحه للطيران الدفاع الجوي في امساك، ما طالما طيراننا في السماء، اول طيراننا ما يقعد الدفاع الجوي هو اللي ماسك، يبقى خلاص ما فيش طياره هتطلع من عندنا، يبقى احنا هنمسك. وزي ما احنا شفنا في الفيلم 326 طياره اعناها للعدو. انت عارفين العدد ده قد ايه؟ ده تقريبا كان تقريبا هو لولا ان هم من 9 اكتوبر ابتدى يجي لهم الامداد، وكانت جايين بقى طيارات بطيارين، ده من البجاسه كانوا بييجوا يعملوا يرسموا العلم بتاعهم هنا، وفي طيارات نسوا يرسموا حتى العلم لما جت، كانت طيارات بطيارين، والامريكان بعتهم مش طيارين امريكان، المرتزقه اللي هم بيبقى عايز ياخد الجرين كارت ومش عارف ايه، وكله جايب فلوس، وكله على حساب امريكا بتدفع الفاتوره، دبابات وطيارات وكله كله كله كله. وبعدين انت لما توقع، عشان كده جولدا مائير لانها في يومين وقع لها 37 طياره، يومين 37 طياره. المذبحه دي اللي عملها مين؟ عملها الدفاع الجوي مع نسور الجو المصريين. يعني لما نشوف بقى المعارك اللي تمت، المعارك اللي عملها الطيران المصري شيء رائع، وملاحم كلها حاجات كلها ملاحم. بس هو ده المصري، هم دول خير اجناد الارض. فكان مهم ان يبقى عندنا الدفاع الجوي ده. وبعدين العقليه بقى، احنا شفنا بيدرسوا ازاي. احنا كان لما اول ما جت الفانتوم وبعدين ابتدوا يضربوا، فلاحظوا ان كل ما ضربوا صاروخ الطياره بتهرب. فهم عارفين انت بتعرف الصاروخ اول ما بيطلع، في جهاز انذار في الفانتوم بيبلغوا ان في صاروخ اتضرب، فالطيار بياخد باله وبيقدر يبعد عن الصاروخ. الضباط المصريين بتوع الدفاع الجوي ده، الكلام ده كان من 30 سنه بقى ولا شوف قد ايه، عملوا اشاره بتدي اشاره الكترونيه كاذبه للطياره على انه صاروخ طلع، هو ما الصاروخ ما طلعش. فهو اول ما بيديله الاشاره دي يبتدي يتعامل، فالطيار يبتدي يتحرك، هم يلبسوه في الحيطه، يبقى الصاروخ بقى الاساسي طلع. فبيديله واحده الاشاره كاذبه من غير ما يطلع صاروخ. احنا اللي عملنا ده، احنا اللي دخلنا التطوير ده على الاسلحه، وحاجات كتيره جدا، حاجات ما بتتقالش طبعا، في حاجات ما ينفعش تتقال، بس ده المصريين. المساله مش لا، ده احنا عندنا ما شاء الله ظباطنا اللي موجودين في تطوير على طول لكل حاجه، لانك انت بتاخد حاجه فيها حاجات فتكتشف مع المناخ اللي عندك المختلف عن المناخ، مع ظروفنا، مع هناك مثلا في حاجات روسيا دي كلها تلج، ما عندهمش الرمل ده، فانت ازاي تتعامل في بيئه جديده ومناخ جديد، ازاي تطوع السلاح اللي عندك لده، ازاي تتعامل معاه. ده احنا عملنا ده. من حق اي مصري انه يبقى فرحان، ومن حقه انه يفخر، ومن يعني من حقه يفخر، ومن حقه ان هو يبقى فخره شديد جدا لانه مصري. ليه؟ لانه لازم نفخر بالبعض. انا بقول دليل ان علينا ان نفخر بامجاد اللي بيصنعها المصريين. خلي بالكم في حمله تانية لهدم الرموز في مصر. اي رمز في مصر دلوقتي على اي مستوى في اي مجال هتلاقي ناس بتطلع بتكسر الرموز، وناس متخصصين في ده في مصر، لان ده جزء من الحرب اللي على مصر انك تهدر الرموز. انما لازم ان احنا نفخر، لازم يبقى الشباب اللي موجود ده يعرف اللي موجود ده انه من صلب الرجاله، من 40 سنه عملوا المستحيل، قهر المستحيل، وثبت دلوقتي انهم من صلب الرجاله، ورجاله ولاد رجاله. لما نيجي نشوف اللي بيحصل في سينا دلوقتي، ونشوف ان احنا فين دلوقتي وكفاءتنا فين والكلام ده كله، لازم نفخر بده، لازم نعتز بده. كل الدنيا بتفخر باللي عندها وبناسها، اللي عندنا
في الحملة الجديدة بتاعت الفوضى الخلاقة اللي معمولة لنا، الفخ اللي معمول لنا واللي هم بادين فيه من ربما 20 سنة بيهدوا في البلد. الحاجات دي كلها انك انت تلاقي على ناس بتتريق لما ست مصرية بالشهامة المصرية والجدعنة المصرية ولاية عملت في الستينيات، لما كل الستات بتقلع الخات الحلقة اللي في ودنها، الحلقة اللي في ودنها ده يعني يا دوب فيه جرام ايه؟ جرامين ذهب بتاع قد كده وتقلعه عشان المجهود الحربي. لا ده ستات مصر عملوا من 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 كام سنة عملوا أحسن من ده، فما تيجي تتبرع هي عشان تحيا مصر فيتريقوا عليها الشباب الموجود. اللي بدأ الموضوع التريقة واحد منهم من الخونة، واحنا عندنا ناس بتقلد وبتزيط في الزيطة وبتعمل في الزيطة زي أي حاجة مزيطين في الزيطة. عندك قناة الجزيرة بالذات في الزيطة والإخوان بيزيطوا، وبعدين في ناس كتير يعني ماشيين أهو بيعملوا ويقول لك أنا شاير دي. خلي بالك إيه اللي بيتقال، وخلي بالك إيه اللي تردده، وخلي بالك إيه اللي تعرفه، وخلي بالك إيه اللي بيتعمل. لما هتيجي نشوفه ده الوقت تاني بس من الحرب في المسلسلات بتتعمل فنقول إيه ده ومعقول بيتعمل؟ لا، في حاجات بتتعمل عشان بتكسر حتة معينة، في حاجة معمولة ومصروف عليها فلوس كتيرة جدا جدا علشان خاطر هي تجسد الفوضى وتجسد البزاءة. انا بتكلم على بتاع الحرايق ده، وتجسد حاجات كتيرة جدا. لما الطفل الصغير في عقله الباطن وعقله الواعي وكل عقل عنده يشوف ده في فترة مشاهدة كبيرة والكلام وزيطة والناس وشايف الدنيا كلها ملمومة ومتاخدة على انها حاجة تضحك، انما تضحك ان انا النهاردة لما اجي اهزر معاك احرقك او اضربك بطلقة، او ان انا كل ما اتكلم على حد اهينه او اتكلم يبقى ده اسلوب الحوار. لما يجي النهارده يجي يحتضروا هم مجموعه من الناس اللي سموهم ادباء، فواحد يعمل قصه منحطه فتترجم خمس لغات، مين اللي ترجمها؟ ومين اللي بره مستني عشان يسمع مين ده؟ واحنا عمرنا سمعنا على ده؟ انما هو ده ليه؟ لان ده عشان يبتدوا في مصر يبقى فيه سياسه الادب اللي هو الادب بقى اللي خلاص اللي هو عايز يوصلك للمرحله. ودي بروتوكولات حكماء صهيون، اللي فكرة انك انت لا يبقى لا في اخلاق ولا يبقى في دين ولا يبقى في عيب ولا وفكرة الفحشاء، فكرة الشذوذ، كل ده عايزين يعملوه. فبيعملوا جميل الادباء الجداد بقى اللي يتكلم ويطلع بقى الدكتور عمار حسن على الافندي اللي هو في السجن دلوقتي اللي كاتب كلام قليل الادب فيدافع عنه لحرية الابداع. يا اخوانا، هل انت يا دكتور عمار انت بتعمل ده انت مقتنع بتقول ده ولا انت معاهم ولا ايه الحكاية؟ هل انت مقتنع حقيقة الامر ان ده حرية ابداع؟ اصل في فرق بين البزاءة وحرية الابداع. انما اللي بتعمل ده جزء من توليع الوطن. اقرح اقرا يا دكتور عمار البروتوكولات، وما تقولش ما فيش بروتوكولات وما تقولش دي مؤامرة، ده من 200 سنة محطوطة. لما تقراها حضرتك تعرف ان بتعمل ده اللي بتعمل فينا ده كلنا. من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان الخير في الاغلبية والعقل في الاغلبية في المصريين، واهالينا اللي هم مطحونين في الغلا ومطحونين في حاجات كتيره جدا فاهمين وعارفين، ومش هيخيل عليهم اي كلام بيتقال ولا هيصدقوا الكلام اللي بيتعمل واللي بيتنشر هنا ولا هنا. مره تانية عايز اوري لحضراتكم ده واحد برضو من شبابنا، واحد من ابطالنا في القوات المسلحه، جندي مجند رأفت محمد، وعامل قصيده اسمها في حب البلد، ودي كانت في المنطقه الجنوبيه العسكريه في حضور القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع الفريق اول صدقي صبحي، كانت الاسبوع اللي فات، والمتحدث العسكري عرض قال القصيده دي. كان في الفريق اول صبحي كان بيفطر مع قيادات المنطقه الجنوبيه والجنود والضباط، وكانت هذه القصيده. ودي واحد من شباب مصر، واحد عنده 20 سنه 21 سنه من شباب مصر، شوفوا بيقول ايه. خليني يا فندم انول الشرف، خليني يا فندم انول الشرف واحكي حب ابويا البلد، ده اكتر واحد شايفه عرف حب بلد اكتر من ولده، كان بيقول لي حب بلدك حبها اكتر من ولادك، علم حبها كمل لولدك فيها كان محل ملادك، على عدوك كن شديد اوعى تظهر لحبك حتى لو مت شهيد ما تغلى ابدا على ربك، وصيتك يا ابويا قاعده في وداني هخلي وصيتك كل همي، مهما يا بلدي منك اعاني هفضل احبك لانك امي، احيانا اقعد اتكلم معاكي احس انك بتحدتيني، هتحمل الصعب وياكي ما انت ياما اديتيني، الحب يعني اني احبك في شدتك يبقى لي لازمه،
مش اقعد ألعن فيك واسبك لما تمر يا بلدي بأزمة. حقك يا بلد كبير علينا، ده الكمال هو سمتها، والله العيب هو اللي فينا، احنا اللي مش عارفين قيمتها. سلامك الوطني لما اسمع، سلامك الوطني لما اسمع بيهز فيا كل اركاني، بيخلي حبك في قلبي يجمع والقى الحماسة محركاني. سمع صوتك بتنادي علي بتقولي ولدي في ايدك نصري، بص للبلدان حوالي هتحمد ربك انك مصري. سمع صوتك بتنادي علي بتقولي ولدي في ايدك نصري، بص للبلدان حوالي هتحمد ربك انك مصري. جنودك يا مصري مية مية ورسناها ابا عن جدود، احكي عن رجالة المدفعية يوم ما دكت اليهود. رجالتك أخلاص النية فيهم بدل الشهيد مليون، احكي عن الضربة الجوية عملت ايه في بني صهيون. ولا قواتك البحرية بقيت للعالم حديث، عملت ملحمة تاريخية وخلت عدوك يستغيث. ولا سلاح دفاع الجوي فوق الأرض نصب ستارة، خلى عداك معرفة تسوي ومن الأبطال وقفت محتارة، ومن الأبطال وقفت محتارة. مهزت جيشك أي شعات، مهزت جيشك أي شعات، خلى العالم يسأل كيف هم يدوبك ست ساعات دمر فيهم خط برليف. مش هنسى زميلي اللي في سينا، مش هنسى زمايلي اللي في سينا الخطر عليهم بيفوت. احمد واقف جنب مينا ومعرضين دايما للموت، الخوف اللي في نفسه كبح وحبه في قلبه صان. انا مش هنسى مجزرة رفح كانت برضه في رمضان، غدرت بيهم ايدين الغدر كانوا صايمين في عز الحر، هتشوفوا يوم زي يوم بدر زي الكلاب نجرك وجر. للصقر جهزنا ولبسنا توب، للصقر جهزنا ولبسنا توب، للصقر جهزنا ولبسنا توب، ولحروبك دقينا نواقيس. مش هنسى انا ابدا ابنوب اللي استشهد في كرم القواديس، واقف جنبه عبد الرحمن اتصاب ما فكر في الم الجسد، قلبه بالإيمان مليان وظل يقاتل كما الأسد. جات له في جنبه رصاصة في غفلة، ما تقولش تشك بحتة إبرة، بيضحك زي القعد في حفلة وأصبح لينا مثل عبرة. ظل يقاتل كما الشجعان، ظل يقاتل كما الشجعان، وحب البلد مال القلب صدهم يا فندم كما الدبان، ووقع منهم 12 كلب. صدهم يا فندم كما الدبان، ووقع منهم 12 كلب، لحد ما جت له رصاصه في راسه خلت روحه تفارق عنا. والسبعين يشفع من ناسه ويستناهم على باب الجنه. بلغ يا فندم يا ريت الريس، بلغ يا فندم يا ريت الريس، جيشك طبعه هو طباعك، جيشك دايما بخير وكويس، ورهن اشاره من صباعك. ده الشاب مصري اللي هو الجندي رأفت محمد، ده كان في الحفل افطار اللي كان في المنطقه الجنوبيه. عايز اقول بقى للي بيدافعوا عن الشعر اللي قاله محمد، هو ده مش ابداع برضه؟ هو ده مش ابداع وده نوع من انواع الشعر؟ طب ما ايه الفرق بين ان انا اعمل حاجه يعني اكرس فيها الوطنيه، ابين الانتماء، اثير العزه والشموخ، ولا الابداع عندكم اللي هو الشتيمه والسفاله والانحطاط اللي هي بتهدم في مجتمع؟ ما دي فرق اهو.
ادي شاب مصري مدند شفت بيقول ايه من من من, من قلبه بيقول ده وهو عنده موهبه وزي يعني زيه زي قبل كده مصطفى الشحات اللي هو مقاتل الصعقه برضه في اللي زعناها قبل كده. قال لا اخواننا اللي بيتكلموا على الابداع هو ده الابداع. الابداع انك انت تعمل حاجه تفيد. الابداع انك انت تعمل حاجه تبني. الابداع انك تعمل حاجه تلم. الابداع انك انت بشيء بيخاطب العقل والروح. انما مش شيء بيثير الغرائز، مش شيء بيمزع مجتمع، مش شيء هو بينفذ تعليمات اللي هي بتهد اي بلاد في الدنيا اللي هي الانحلال وكل ما هو اللي ماشي ده. انت يعني كلكم ما عندكوش القصص اللي بتاعت الشذوذ بس؟ يعني انتوا ماشيين على المنوال بتاع قصص الشذوذ ويعقوبيان هو ده الابداع؟ لا، الابداع اللي احنا شفناه من رأفت محمد والابداع اللي شفناه قبل كده من مصطفى الشحات في القصصتين اللي كل واحد قالهم بيتكلم وبتحس انه بيتكلم من جواه، بتحس انه كل ما شاء الكلام ده طالع يعني زي تحس لو انت شفت كلام هتلاقيه طالع يعني بالدم من جواه، بيقوله من جواه باحساسه. وهو ده الاحساس الحقيقي، احساس اي واحد عنده مشاعر وطنيه، اي واحد خايف على مصر، اي واحد خايف على بلده. ده الوقت اللي كل واحد يقدر يعمل حاجه تبني، يرفع حاجه تعلي، حاجه تلم. انما الخونه اللي موجودين اللي هم بيعملوا ده، طبعا اللي زي رأفت واللي زي واللي بيبنوا واللي زي واللي شايفين حال مصر واللي هم واقفين مع مصر كتير قوي. واللي واقفين بيخربطوا دول قليلين ولا همش لازمه ولا يستحقوا اي كلام. انت عايز فاصل؟